احييكم من مدينه خريبكا وبالضبط بملعب الفوسفات لنتابع المباراه المهمه التي تجمع الجوله السادسه مؤجل الجوله السادسه ما بين فريق اولمبيك خريبكا والذي يستقبل فريق الوداد البيضاوي في مباراه يمكن اقول بانه كل فريق في امس الحاجه لثلاث نقاط جد جد مهمه. اذا فريق اولمبيك خريبكا يدخل بالتشكيل الاتي: امين الرازين في حراسه المرمى، بقيه لاعبين مهدي سايا، يوسفو تراوري، خالد السرو، سعد الغرو، جاك باكيرو، بيتومبا، حمزه قنعي، نجيب كوميا، ريدا الهجوش، زين الدين دراك، المهدي الهاكي، في حين غياب المعتني وكذلك لاعب البوركينا. في حين التشكيل لحد الان باقي ما تعرفناش على الايقاع الحقيقي. هذه هجمه كيقودها ريدا الهجوش، ريدا الهجوش كيرفع الكره وبالتالي غتمشي ضربه مرمى، ضربه مرمى ريدا الهجوش في خط وسط الميدان، خطيره جدا الان. ايوب الكعبي يغير اتجاه الكره في اتجاه الحداد، حداد شنو غادي يعمل الان؟ يمرر، خطيره جدا هذه المحاوله لفريق الوداد البيضاوي، خطيره جدا المحاوله، محاوله ضربه راسيه ولكن عوده بسرعه لعناصر فريق اولمبيك خريبكا، ضغط الان متواصل لفريق الوداد البيضاوي ولكن كان ابعاد من لاعبي فريق اولمبيك خريبكا. وبالتالي اذا سنتابع اول ركنيه كتنفذ، خطيره جدا، خطيره والهدف، خطيره والهدف، فريق الوداد البيضاوي سجل الهدف الاول بواسطه اللاعب بابا توندي. اذا بابا توندي يسجل الهدف ويباغت الجميع من خلال هذه المحاوله. اذا بابا توندي يسجل الهدف الاول لفريق الوداد البيضاوي من خلال هذا مهدي زايا، مهدي زايا محاصر بلاعبين، كانت تمريره ممتازه تعود الان داخل اللحظات لفريق اولمبيك خريبكا يسدد وتاكناوتي. الوداد البيضاوي الان يحاول استغلال هذه الظرفيه، سنتابع تسديده، تسديده كانت قويه جدا من ايمن بدر يدرين، ضربه خطا تكون خطيرة جدا والهدف ثاني، هدف ثاني جميل جدا، إصابة جميلة للاعب بدر قدرين الذي استعد بقوة وبتركيز لهذه المحاولة والهدف الثاني. هدف ثاني، فريق الوداد يضرب بقوة من أصل 13 دقيقة أو 12 دقيقة ونصف، هدفين كبير من هذه النتيجة، هدفين صفر، خطيرة جدا، خطيرة جدا والهدف الثالث، غريبة جدا هذه المباراة، ثلاثة أهداف، ثلاثة أهداف إسماعيل الحداد، حصة عريضة، ثلاثة أهداف في ربع الساعة. أعتقد بأن هذه نتيجة يمكن نقول بأنها لم تكن لسنوات هنا بملعب الفوسفات. إذا فريق دائما لفريق اولمبيك خريبكا غادي يرفع ولكن امامي في اتجاه ريدا الهجوج، ما كاينش هناك تسلل، قرار صائب للحكم بدر قادرين، رفع الكره ولكن استرجاع جيد، حمزه قلعي في وسط الميدان، خطيره جدا، واشرف داري يتدخل، مثل الخطا كل لاعبي فريق الوداد بدون استثناء مربع العمليات، كترفع كره خطيره جدا، خطيره جدا، كانت في اتجاه لاعب باكولو بيتيمبا ولكن حمزه قلعي رفع الكره بشكل جيد، ولكن باكولو يعني 13 دقيقه تلقى ثلاثه الاهداف، يعني حتى اللاعبين صعيب عليهم انهم يبقوا مركزين. دائما هجمه الان، هاكي كيرفع الكره لكن لو الصاروخ انه يركز بشكل كبير. محاوله خطيره لفريق اولمبيك خريبكا، يسدد وتمر جانبا، كما قلت بانها محاوله حقيقيه. خالد الصاروخ نفذها بشكل جيد ومرت جانبا، مرت بعد لحظات س ندخل في الوقت البدل ضائع، خطيرة جدا اسماعيل حداد، خطيرة جدا، خطيرة جدا، هدف رابع يضيع، هدف رابع يضيع، والوداد يمكن اقول بانه كان رهيب وخطير. بدر قادرين شنو غادي يعمل؟ تمريرة ممتازة في اتجاه من؟ اسماعيل الحداد، خطيرة جدا، يراوغ اسماعيل الحداد وايوب الكعبي.
لوسير. لوسير وضربة رأسية. ضربة رأسية مرت جانبا لأيوب الكعبي. تابعوا الآن لوسير عبد اللطيف. كانت محاولة ولكن أشن لم تقلق. وليد الكرتي بابا توندي ويسجل الهدف الرابع. بابا توندي يسجل الهدف الرابع. نتيجة قاسية. الهدف الرابع. الهدف الرابع. إذا الفريق الوداد يضرب بقوة هنا. وتعود الآن آخر لحظات لفريق محاولة المرور خطيرة جدا. خطيرة جدا. هذه أبرز محاولة قام بها فريق أولمبيك فريبكا. ممتازة دائما لصالح فريق الوداد. وكانت تسديدة قوية من أيم. أولمبيك خريبكا ولكن تسديدة تذهب جانبا. إذن في هذه اللحظات ينهي الحكم السيد مسلك ينهي هذا الجولة الثانية والمباراة بتفوق فريق الوداد البيضاوي بنتيجة 4-0.